بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة والأخوات، نرحب بكم في هذا المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الجمعيات السياسية الخمس: الوفاق، الوحدوي، الأخاء، القومي، وجمعية وعد، لإعلان موقفنا وتحديدا من موضوعة الحوار الوطني المزمع الذي يجرى الحديث المتزايد عنه. وقبل ذلك نود الإشارة إلى أنه رغم مرور عدة أشهر على إصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق، إلا أنه عمليات الانتهاكات مستمرة، والعنف المفرط مستمر، والعقاب الجماعي مستمر على مختلف المناطق، وخاصة في استخدام الغازات السامة، حيث شيعنا بالأمس شهيد واليوم نشيع شهيدا آخر بسبب استنشاق الغازات السامة، وهذا يدل على عدم جدية الجهات الرسمية الحكومية في موضوعة معالجة الانتهاكات التي صدر فيها تقرير لجنة تقصي الحقائق، خاصة ونحن نتحدث عن سقوط أكثر من 30 شهيد بعد صدور هذا التقرير، وكذلك وجود ما يقارب من 15 شهيد سقطوا بسبب استنشاقهم للغاز السام والغازات المسيلة للدموع بسبب العقاب الجماعي وحصار المناطق. نبدأ المؤتمر الصحفي. الأخ محمود القصاب سيتلو البيان، ومن ثم سنتلقى الأسئلة والتعليقات، فليتفضل. شكرا أستاذ روي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيان للجمعيات السياسية الخمس المعارضة الذي تتطلع فيه إلى حوار جاد تحظى نتائجه بموافقة الشعب. عقدت الجمعيات السياسية المعارضة الخمس: الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، والأخاء، اجتماعا بعد ظهر الأحد الموافق 18 مارس 2012. تدارست فيه الأوضاع السياسية في البحرين، وخصصت الجزء الأكبر منهم لمناقشة الموقف المبدئي من أي حوار قادم. وفي الوقت الذي ترحب فيه الجمعيات السياسية المعارضة بالحوار الجاد المغزى الذي ينبغي أن يفضي إلى حلا سياسيا توافقيا شاملا ودائما يحقق العدالة والمساواة ويحفظ مصالح أبناء البحرين بجميع مكوناتها، ويخرج بلادنا من الأزمة السياسية والدستورية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام، أثر تواري الحل السياسي وفرض المعالجات الأمنية والعسكرية التي راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى والآلاف من المعتقلين والمتضررين من سياسة العقاب الجماعي التي طالت المعارضة السياسية وجمهورها وفئات واسعة من الشعب البحريني. فإن الجمعيات تؤكد على ميل: أولا، إن أي حوار جاد يتطلب التوافق بين الطرفين على أجندته وآلياته ومدته الزمنية ليساهم ذلك في إعطاء الثقة الأولية بجدية هذا الحوار. ثانيا، تؤمن المعارضة بحق جميع الأطياف بما فيها الرموز المعتقل الاشتراك في الحوار، وأن يتم هذا الحوار عبر لقاء ممثل عاهل البلاد المفوض بالحوار مع أطراف المعارضة على انفراد، وله أن يجتمع مع غيرها بالشكل الذي يراه مناسبا حتى يتم التوافق التام عبر اللقاءات المنفردة. وعند تحقق التوافق يمكن عقد اجتماع عام للإعلان عن ذلك. وترى المعارضة أن مرياتها لهذا الحوار تتمثل فيما يلي: أولا، مبادرة سمو ولي العهد
التي أعلنها في 13 مارس 2011. ثانيا، وثيقة المنامة التي أطلقتها الجمعيات السياسية الخمس في 12 أكتوبر 2011. ثالثا، توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي تم الإعلان عنها في 23 نوفمبر 2011. ثالثا، التنفيذ الأمين والدقيق والشفاف لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، وفي المقدمة منها الإفراج عن جميع المعتقلين والسجناء السياسيين باعتبارهم سجناء رأي، وإعادة جميع الموقوفين والمفصولين إلى مواقع عملهم التي كانوا يشغلونها قبل عملية الفصل التعسفي التي تعرضوا لها، والشروع في العدالة الانتقالية كما هو متعارف عليه وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وذلك لتعبيد الطريق أمام مصالحة وطنية شاملة وجذرية يشترك فيها جميع الأطراف بما فيهم الشخصيات السياسية المعتقلة. رابعاً، ضرورة توقف أجهزة الإعلام الرسمية وشبه الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة عن عمليات التحريض السياسي والطائفي ضد المعارضة وفئات واسعة من الشعب البحريني، وأن يصار إلى إعادة هيكلة هيئة شؤون الإعلام بما يؤسس إلى إعلام وطني مهني يستند على قاعدة الرأي والرأي الآخر، ويعبد الطريق أمام حوار جاد يحترم كافة مكونات المجتمع المدني المجتمع البحريني عفوا. خامسا، عرض نتائج الحوار المزمع إقامته على الشعب ليحظى هذا التوافق بالشرعية الشعبية والقانونية، وهي عملية أساسية لنجاح أي توافق، فالشعب هو مصدر السلطات جميعا وصاحب الحق الأصيل في تقرير كافة شؤونه السياسية، وموافقته مسألة أساسية وضرورية لنجاح أي اتفاق. سادسا، اتفقت الجمعيات السياسية الخمس على تشكيل مرجعية تفاوضية ممثلة في رؤساء الجمعيات السياسية، وذلك من أجل اتخاذ القرارات التي تراها إزاء مجريات أي عملية حوار قادمة، كما اتفقت على أن يمثلها وفد مشترك في أي حوار قادم مشترك قادم. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد، جمعية الأخاء الوطني، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي. شكرا جزيلا.